نحكي على جون رياليزاتور اسمه عبد الرؤوف بن احمد من ولايه غليزان اللي تحصل على جائزه احسن فيلم وثائقي في مهرجان مكناس الدولي للسينما. دونك ينشط في جمعيه ثقافيه بولايه غليزان اللي اسمها الزيتونه، تهتم بالتراث الشعبي وتسعى للترويج والحفاظ عليه. دونك دائما قناه الجزائريه وان تفتح ابوابها للمواهب الشابه. دونك هذا الشاب تواصل معنا، نروح نشوفوا يحكي لنا على المشاريع وعلى الفيلم اللي راهو يحضر فيه ونعاود نكملوا. توجنا مؤخرا بمهرجان مكناس الدولي للسينما الشباب بجائزة أحسن فيلم وثائقي عبر فيلم الجير الذي قمت بإنتاجه قبل سنتين، ونعكف إن شاء الله مستقبلا على 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 تحضير لفيلم آخر يهتم بلوحات أو مظاهر الفانتازيا التي تمتاز بها منطقة غليزان عبر عروشها 25 عروش قبائل أو عروش فليتا، قبيلة فليتا، خمسة أخماس كما 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 نسميها 5x5. نعمل بجدية نحو توثيق التراث الشعبي، إذن سينما وثائقية في خدمة التراث الشعبي. الملتقى هو فرصة للشباب من أجل صناعة أفلامهم الوثائقية خلال 60 ساعة متواصلة تمنح لهم وفق مواضيع محددة يتم توزيعها عبر قرعة. في نهاية هذا التحدي يتم تسليم الأفلام وتقييمها وعرضها للجمهور وتتويج الفائزين فيها. تعد هذه التجربة هي الأولى من نوعها في الجزائر، حيث تهتم خصيصا بمظاهر التراث الشعبي الذي تمتاز به منطقة غليزان. والملتقى يقام بالتزامن مع الوعد الكبرى للولي الصالح سيدي محمد بن عودة، وتعتبر من أكبر التظاهرات الشعبية التي تجري في الجزائر حتى في شمال إفريقيا، حيث يقصدها نحو 500,000 زائر ولها صدى كبير. حاولت جمعية الزيتونة استغلال هذا الحدث من أجل توثيق هذه مظاهر التراث الشعبي للمنطقة. بعد ما شفتوا هذا لو جون تالون، عوده لكم مشاهدينا مجددا، نروحوا نشوفوا امين تيتي يحكي لنا على لا نوفيل جينيراسيون، كيفاش راك تشوف هاد الشباب اللي راهم يخدموا كيما شفنا هاد لو رياليزاتور اللي سعوا للترويج للتراث الجزائري. على كل حال كي نقولوا حاجه هي تحيه لكل انسان في اي مجال خدم خدمه.